nobody noticed. غنتواصل معانا، غنكتب له تعليق زوين وغنشجعه وكذا، والحاله ديالنا وراس غتبدل. هذا دار كذا، دار واحد المبادره، احنا بدا كينشر شي حاجات زوينه. كان عنده شي عيوب كيديرهم ما بقاش، كان عنده واحد الطريقه سلبيه، احنا لا، احنا رانا وراسه. هو تجي تكتب له التعليقات انت اش غتقول لنا فيك على التطرف؟ التطرف حبيبي، شكون القبيله التطرف؟ انايا شفت اللايف ديالك مع ديزي دروس، انت درتي لايف مع ديزي دروس؟ نعم. كي جاك ذاك السيد؟ شوف انا اسمح لي تيجيني ذاك الولد من خير خلق الله، شي لحيتي ديك الصلابه والراب ودوك الدياسك وداك الشيء، الا هضرتي معاه كانسان والله خويا تتلقى عنده واحد، تتلقى دركي. شوف انا غير تنأكد على هضرتك، تتلقى الدراري عندهم واحد شحال المكالمه ديالنا. انا انت مي كتصل بيا في الواتساب مكالمه ممكن الساعه الفوق طويل الحبس طويل. لا لكن انا تنحبك في الله العشيره، نقول لك واخا اسمع، انا نقول لك واحد القضيه، انا ما تنسخاش بك اخويا ونكذب عليك ويحصل لي الشرف كل مره توصلت معك. شوف وتنذكرك بالخير ورا ظهرك، وربي اللي شاهد، ربي اللي مع والديا مع كل شيء تنقول لهم. واسمعني دابا، وانا سمعتك، انا نقول لك شنو، انت حتى انت راه ظاهره الجماعيه خاصها تقرب. انا نقول لك علاش، حيت كاين الدين، كاين الدين، دابا الدين من شاد الدين غلبه، ياك هادشي اللي طرا لهم كاملين، هادشي اللي طرا لهم كاملين. انت جبتي واحد الموديل ديال تسمى التدين المعتدل، التدين ما قلتش الدين، التدين المعتدل، يعني عايش مع اسره، عندك صحابك، كاين صفار، تلعبوا الفوت، نوكات، لعيبه. وهذا الموديل لو كثر متغاضين على الشكل، لو كثر هذا الموديل نقسم لك بالله الا نوليو نحبذوا الاسلام اكثر من اي حاجه، حيت كلشي تيتعلق بالموديل. بحال دابا براد بيت، علاش تدخل الفيلم ديالو؟ حيت هو بوغوس. دابا نتايا لربما ما يكثر من مثالك اخويا، ما كراش تكونوا شي باكيه تريحونا والله الا عرفتي، وتتبدا ترجع تقايات وترجع شويه الحديث، فهمتيني؟ انا كنت واحد النقطه، الله يجازيك بخير على هذا الكلام. الاخ عمر ديز دروس، عزموا الستيلو. عزيز علي، عزيز علي، عزيز العزي. ما يمكنش الانسان يكون قبيح 100%. واه او لا، ما دخلش، ما دخلش في تركيبه انسان. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ارسل الصحابه وقع الضغط عليهم والاضطهاد كانوا معاه، قال لهم مشيوا للحبشه فانه عندهم ملك لا يظلم عنده احد. ديك الملك كان مسلم، كان نصراني مسيحي، ولكن شنو اللي مدح فيه؟ مدح فيه العدل. برافو عليك، ما كانش لا يظلم عنده احد، يعني شنو؟ دابا بنادم ملي كتقول له شي دوله كيقول لك انتوما كتعليو بالنصارى، يا اخي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، اذهبوا الى سويسرا فانه لا يظلم عندهم احد، صافي تمشي. اذهبوا الى كندا فانه لا يظلم عندهم احد. اه من الاخر اذهبوا الى المغرب يخليو ضربوك. انا واقع، هذا واقع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه، قال لهم مشيو للحبشه وهذا الملك النصراني فانه لا يظلم عنده احد. انا التواصل ديالي اللي ما كيعرفوش الناس، ما تحكمش على المظهر، لان المكالمه ديالي بيني وبين عمر ديز دروس المكالمه كاصدقاء امر يختلف عن ما غاتشوفوش مسائل ما غاتشوفوهمش انتوما. الكلام ديالي مع النورس
في التليفون كنهضروا مع بعضياتنا كنتكلموا الكواليس، يعني ما احنا بعادين على الناس ماشي بحال دابا، كنتكلموا وكتكلم معايا شي امور نتا وكذا وكتقول لي كنقولوا حنا كتفرغ لك تنتسارو وشي اسرار وكتكلم على طبيعتك، وكاين شي مسائل تكون كتعرفهم في راسك. شي مغنيين في المغرب كيبانوا للناس، غنعطيك عام مثال، ونعمان الحلو والسيد شابر العود، شاوين يا نوارة، دراري اللي كيعجبهم الصداع، هذاك مسكين ما كاين شي حاجه كيسمع مزيان، ولكن انت خصك تعرف شكون هاد نعمان، الوعي ديالو، الثقافه، انت عارف عليه سطحيا. عطيني شي تميته ديك السيد، انا كانسان بعيدا على الغناء والدومين ديالو، لان انا ما غنجلس نتناقش معاه، ماشي العود هو اللي غيناقشني، غيناقشني بنادم بالعقل، دماغه شحال قرا د الكتب وشحال وعى نفسه. يرضى عليك، خلينا حنا ما نناقشوش الدومين حلال ولا حرام، حنا غنناقشو كانسان كنتناقش معاه بعيد على ديك الشيء. جابتنا في طياره، في حفله، في عرس، في طابله خدمه، شي حاجه، مهم بعيد على الحلال والحرام، جلسنا كنتناقشوا، وكتجبر انسان هو فيه واحد القدر ديال الانسانيه كبير وعاطفي وحنين وفيه الانصاف وبعقله وما فيهش الوسواس. السيد حسن الظن، الكلمه كيسمعها منك يقول ويمكن بغى يقصد وعرفتي شحال المغنيين انا تواصلت معاهم والفنانين والمشاهير جبرتهم كلهم تلقاهم دراوش العشير. عوف الجانب الاخر تواصلت مع شي مشاهير ممسوخين، كنشوفوا في التلفازه وكذا الفنان فلان فلاني ما عنده كلمه، غشاش كذاب ولا داعي لذكر الاسماء، تنعرفهم كاملين جميع خطائب. وانا تواصلت مع جوج الرياضيين مشهورين، واحد وتقول الصحابه في المعامله ديالو واحد رياضي مشهور ورب المهم بلا ما نفر ممسوخ ما عندوش غرام ديال الكلمه، ولكن هما في الواجهه تيبانو ساوي خوتنا الى اخره برودوي في الواجهه مشهورين والشهره والنجوميه، ولكن اجي لان علاش بنادم باش تعرف معدن الانسان حتى تواصل معاه تواصل طبيعي. انا غطلعني في اللايف دابا وغطلع رامي عياش اللي كان معك قبايل غير مبتسم شويه خويا ايكولا معنا في اللايف، تحيه طيبه لك العشير، تحيه لك، غطلعني انا معك في اللايف معروف مشهور وغنتكلم. لا المعدن ديالي غايبا، هو مي غيعيط لي النورس من فرنسا في التليفون ونجاوبو غيسولني على شي مسائل ولا شي حاجه وغادي برافو عليك، فهمت، هذا يبان المعدن البرافو قدام الناس صاروا لي فالور. ونقول لك شوف، نقول لك واحد الاعتراف والله العلي العظيم، شي من اللي بدا الكونفينمون جاو عندي باك غنخربق شويه الاحداث باش نوصلوا، دير معنا هذه هي تكون معنا، تنقول لهم لا دير معنا هذه كون معنا، تنقول لهم لا، علاش؟ فهمت باللي الناس انا علاش زاد شوف انا بقى نقول شوف انا من حدي تنكبر وتنتعلم نفس القضيه، نشكروا ولادنا علاش انا شوف وطلبتك وقلت لك عافاك الا سمحتي نطلع معاك في اللايف، علاش؟ حتى راه انت من القدوه اللي عندنا، بغاو يتبعوا يا مرحبا، ما بغاو ما يعرفوا شوف داكشي ديال اجي نتجمعوا ونصفقوا انا ما تعجبنيش. دير اللي كنبغي نقول لك، انا ملي كنتواصل مع شي واحد تصور كنعرف بزاف ديال المشاهير جابتنا ظروف
وحنا مغاربة الناس حماقو فراسك الناس حماقو كأنني زمان عايش في القارة وحنا مغاربة نيس هاد اللايف واش خباركم ناس حماقو قولي قولي عايشين احنا عايشين انا متواصل مع فلان وفلان 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 كنتواصل مع الناس بزاف ولكن قلت شنو كي باش مي كي شنو كيعجبني في شي شخص مي كنتواصل معاه ما عرفتش حبيبي انه يكون المعدن ديالو اصيل عنده شي عيوب شي معاصي يقدر يكون بلي بالشرب الله يتوب عليه شنو شنو اللي كيأثر فيا هو كنجبروه حنا كاملين عندنا العيوب طبيعة الحال طبيعة الحال الكمال ماشي من صفات البشر ولا مخلوقات كاع مي كنجبر شي واحد عنده المعدن ديالو اصيل المعدن ديالو اصيل ما فيهش الغش ما فيهش الخداع ما فيهش كذا وكنتواصل كتواصل مع سيد نيشان نيشان هكذا فاغلبيه دانا اللي كنتواصل معاهم تاع عمر كنتواصلوا وطلعنا لايف وحنا مغاربه ونكملوا بعضياتنا واذا كان عنده شي عيوب انا كصديق ديالو نحرص ونتكلم معاه نقول له خويا عمر خويا النوراس الصلاه القراءه القران انت كيف الظروف محتاج خويا النوراس يتصل بيا يفوت شي ساعه باغي يتصل محتاج انه يتصل بيا طبيعة الحال طبيعة الحال نقول له ما أعطيني نص ساعة وأنا معك ها دابا هذا هو الموضوع ها الموضوع دابا أنا نجيت باش ما نطولش عليك هو باش نخدم شنو اللي مقلقني الخسرة اللي فيك وما كاينينش ما كايناش طب تنهضر عن دراية بالأمر بزاف ديال الحياة لما قلناش كلهم اسمح لي على التعبير شوف اسمح لي انت عارفني انا وياك مهرس العلم تعتبرونا حنا تعتبرونا حنا حيت ما تيهضروش معايا انا عيطت نصيفط الناس رسائل وسولت تعتبرونا حنا ماشي بحالهم ياك وتنعد الهضره تبدا بديك الله يهديكم والله فهمتيني تبدا بالنصح وداك الشيء ويوقع واحد الشرخ حنا ما بقينا نحملوا نهضروا معاهم هما ما تيحملوش يهضروا معنا دوغي شي حتى في الجامع ما تيصليش حدا انت ملي تدخل الجامع بالطابقه ما تيصليش حدا فهمتيني لانه انا نقول لك تجربه تجارب طوال لا في المغرب ولا برا المغرب خويا النوراس واسمح لي شنو تقد شنو تقد انت تساهم في هذا الوضع ها هو لانه ما زوينش الحبيب ما زوينش خويا النوراس مي كنتواصل مع شي واحد وكنحتاج لواحد المجهود كبير علاش باش نغير بعدك عليك النظره اللي عنده للناحيه برافو عليك برافو عليك برافو كنحتاج واحد المجهود كبير علاش هو ولف وانا نحكي لك قصه وقعت لي في تطوان مشيت لعند واحد الحانوت محل متقدى شي حاجه جبرتو سد وانا جبر واحد في راس الشارع واقف قلت له اسمح لي انا بلحيتي وكنت باقي ما معروفش قميص بياض ولحيتي وما جي لعنده قلت له اسمح لي هاي اذا درت اسمح لي قال لي تقول لي صلي وتمشي للجنة وانا على واش يصعبك وانا نقول له لا بغيت نسولك على هذا المحل هذا كان هنا ومسدود علاش قال لي راه فتح في هذا الشارع هذا راه مول المحل بغى محله وهو كره محل اخر في هذا الحانوت بدل المحل قال المنتوجات نفسها وهذه ولكن بدل العنوان قلت له شكرا الله يجازيك بخير قال لي الله يا اخي قلت له شوف عندك تصلي والجنه وبدا يضحك ما بطبيعه الحال علاش لان كاين شي ناس اول حاجه انا كنقول هذا اللي غنصحو خليه يبغيك ومن بعد اي حاجه قلتيها له غيلقى اذان صاغيه بطبيعه الحال بطبيعه الحال بطبيعه الحال حتى في لغه الخطاب اسمح لي حتى في لغه الخطاب تيقول لك وتنقولها لبزاف الناس يهضروا معايا تنقول للناس اول جمله ملي يسالي الاخر الهضره ديالو قول له عندك الصح ولكن
حنا ما حنا كي تنهضروا هو تيهضر تتقول له انت لا قال لا صاحبي لا يعني ما تتحببوش في الشيء هاد 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 كما قلت لي كمل لي سيدي رضوان سيدي رضوان كمل لي ولهذا دابا المشكل حنا دائما كنجبر بان كاين دابا تصور انا عندي تصويره مع مغني وهو التليفون عنده عامر بالاغاني المنافق عنده التليفون عامر بالاغاني ديك المغني وكيقول لي علاش مصور معاه علاش لانه هو قبيح هذاك وانت عندك الاغاني ديالو كتسمع له وكتعلق له في الصفحه ديالو راك في الدم وكنعجبني وفيديو كليب واعر ومن اللي في رضوان مصور معاه عاد غيولي بان انا هذا رضوان وما كاين هو رضوان كيقول لك طيحتي النيفو مصور مع المغني فلان فلاني ولكن هو انت كومون طيلو في الصفحه ديالو انك ديسك طلع واعر وانا كنت مزك لك فري فري والله فري والله دونك الاشكاليه اللي كاين انا المنافق اللي ولدك فراسك واحد القضيه فراسك واحد القضيه انا كنقول لهم ملي تكون عفوي انت اللي غتربح ملي كتكون عفوي بطلاقه غتمشي تنعس مالو المغني كافر ومالو المغني ومالو المغني قول لي مسلم ولا مسلم تفشك في اسلامه عنده بزاف ديال الحاجات زوينين وما دابا حنا هذا مغني رضوان ما يتواصلش معاه هذا ممثل هذا ما نعرفياش هذا وهذا ودابا مع ما غنتواصل شنو نوعو معلم نوعو تاع وعاد انت كداعيه وانت كداعيه ماشي شخص عادي انت كداعيه انا تصور ما جي عندي واحد قبيح سكيري هذا معقول بدا يلا انت كداعيه شنو الدور ديالك هو جاي عندي وهو من اللي فان ديالي وسكيري وحشاش وغبار ولكن كيسمع لي هذا سيدي انا معاد سكيري وحشاش وغبار غبار هذا غبار هذا يا سير اخويا حبيبي سير واش هذا كيعني انه ما يقدرش يسمع القران والدروس وي كيسمع الرضوان وكيعجبو وجيت انا وتواصل معايا دوري انا اشتغل بالدعوه واش نحببو ولا نزيد النفس معلم انا كنعرفو سكيري وكنعرفو غبار وكذا والحش رضوان عرفتي شنو قلت لك الكريس ديالنا حنايا في المغرب الناس تقرا القران ما تتدبروش انا قلتها لك حتى انا دابا القران تندوز فيه طول وعرض ديما فهمتيني وبالمره تنوقف في ايه تندق بحال مثلا الايه ديال وادفع بالتي هي احسن تسمع لا تعليق